Hello, dear students, how are you? Today we are going to continue with activity 2, absorption and the translocation of water and mineral salts. Okay? طيب. المرة الماضية حكينا نحن قلنا إنه the green plant absorbs water, تمتص الwater, mineral salts to grow ولا تكبر. وحكينا عن الزراعات خارج التربة. قلنا إنه the green plant عندها root hairs and root. Now, we are going to prove which part, or we want to know which part, أي جزء من البلانت هو اللي بيمتص الووتر والمينرال سولتس. أوكي؟ من التراب. أنا بدي أعرف أي part من البلانت بيمتص الووتر والمينرال سولتس. تعال نتذكر أنا وياكم إنه هيدا التراب، تحت التراب شو بيكون فيه؟ أوكي؟ تحت التراب بيكون فيه، إذا بتتذكروا هون، الروت والروت هيرز under the soil. أوكي؟ طيب. Look, in order to verify that root hairs are the site of absorption of water and mineral salts in the plant, to perform the following experiment. عملنا هيدا الاكسبيرمنت in order to verify. كلمة in order to verify لحتى نبرهن. كلمة in order to لحتى نبرهن هيدا هدف السؤال. هدف الاكسبيرمنت. هدفها لحتى نبرهن انه root hairs are the site مكان الامتصاص بالجرين بلانت. اوكي لحتى نبرهن انه مكان الامتصاص بالجرين بلانت هو الروت هيرز عملنا الاكسبيرمنت. اوكي ماشي ليتس ستارت ذس اكسبيرمنت. اوكي اخذنا هيدا الاكسبيرمنت 3 فلاورز. ذا فيرست فلاور هير وي بوت اويل هيدا زيت وتحتها مي. هيدا البلانت الاولى الروت اللي لها والروت هيرز بقلب المي. شايفين هيدا الجزء الرئيسي الروت هو كله روت هيرز بالمي. البلانت طبعا عاشت سرفايفز عاشت ليفز. البلانت الثانية حطينا لها روت هيرز بالزيت والروت بالماي ماتت. In the third plant root in oil root بالزيت root هيرز بالماي عاشت. What's the common between plant 1 and 3? The common is المشترك بيناتهم انه in both the plants ال 1 وال 3 root هيرز بالماي. لما كانوا الروت هيرز بالمي عاشت، لما كانوا بالزيت ماتت، يعني مين اللي عم بيمتص المي؟ الروت هيرز. اوكي. درو اوت او انديكيت او خليني اقول بيك اوت، استخرج. بيك اوت. اوكي؟ ذا ايم اوف ذا اكسبيرمنت، شو هدف الاكسبيرمنت؟ اوكي؟ بيك اوت استخرج من النص هي ان اوردر تو فيريفاي ذات روت هيرز اوف ذا سايت اوف ابزوربشن اوف ووتر اند مينرال سولتس وبس. In the plant. لحد البلانت. لبرهن انا انه الووتر والمينرال سولتس بتمتصوا الروت هيرز عملت هالاكسبيرمنت هيدا هدف الاكسبيرمنت. اذا سالتك درو اوت ذا فاريبل فاكتور استنتج الفاريبل فاكتور العامل المتغير شو الفرق بيناتهم؟ الفرق بيناتهم انه مره روت هيرز بالمي مره روت هيرز بالاويل. So the place of root hairs. وين مكان ال root hairs؟ فين نقول root hairs؟ يعني وين موجودين؟ Okay? If I ask you to analyze this experiment or to formulate a hypothesis about the site of absorption of water in the plant. افترض فرضية بتقول لي فيها من وين ال green plant بتمتص ال water وال mineral salts. فرضية طب أنا مين ال variable factor؟ مش ال root hairs؟ طب الروت هيرز مره بالمي مره بالزيت بالمي عم بتعيش بالزيت عم بتموت. طب يمكن الروت هيرز هن مكان الامتصاص. فانا فيني اجي اقول هون maybe root hairs ربما maybe root hairs هن السايت اوف ابزوربشن اوف ووتر اند مينرال سولتس. هن مكان امتصاص الووتر والمينرال سولتس بالجرين بلانت. maybe root hairs are the site of absorption of water and mineral salts in the green plant. اوكي؟ طب how to analyze this experiment؟ إذا أنا بدي أعمل analysis للإكسبيرمنت لازم بلش بالريزلت. تعال شوف أنا وياكم. Plant 1 و 3 مش عاشوا survived أو live؟ لما كانوا اثنيناتهم الروت هيرز اللي لهم بالمي. أوكي؟ هلا فيني أذكر إنه الروت هون بالأويل ما في مشكلة. يعني فيني أقول أنا plants 1 and 3 survive أو live after placing their root hairs in water. فيني افتح براكت اقول root in oil in 3 ما بيأثر. while بينما شايفين انا قلت شو طلع عندي وشو عملت؟
طلع هندي عاشو لما حطيت له نبوت هيرز بالماي، بينما while planned to dies when its root herbs are placed in oil. لما حطينا root herbs اللي لقيلها بالماي بالزيت ماتت. What do you conclude؟ شو منستنتج؟ إنه root herbs are responsible for the absorption of water and mineral salts. Root herbs هن المسؤولين عن عملية امتصاص المي والأملاح المعدنية، عشان هيك بس عم نحطهم بالماي عم بتضل عايش النبتة، بالزيت عم بتموت، ما فيها تمتص زيتية، شو بدها فيه للزيت؟ عشان هيك عم بحط زيت لأنه ما فيها تمتصهم. اوكي؟ طيب، إذا سألتك plan another experiment، اعمل experiment تاني لتفرجيني فيها إنه root herbs هن اللي بيمتصوا الواتر أند mineral salts. بسيطة، بتاخد بلانت بتقطع لها root herbs، مش الروت، root herbs، بتحلقهم بالشفرة أو بتقطعهم، cut or shave root herbs. You will see that if you place the plant in water, إذا بتحط the plant بالwater, it dies after a certain time. بتموت مع الوقت. Because it cannot absorb water and mineral salts by root. ما فيها تمتص المي والأملاح المعدنية إذا ما فيها root herbs. يعني root herbs هن المسؤولين عن عملية الامتصاص. So now, these are the questions. You can name it application one. The five questions. فينا نشوفهم. وننسخ الحل and you can copy the solution. Okay? You have to know how to analyze this experiment and how to conclude from this experiment. Okay? Pick out the aim of the experiment, هدف الاكسبيرمنت. Draw out the variable factor, draw out استنتج. Formulate, اطرح فرضية about the site of absorption, مكان الامتصاص. Analyze و conclude. حلل واستنتج. Plan another experiment to show the role of root herbs. صمم experiment تاني لتأكد لك وظيفة root herbs. Okay? طيب. Next time inshallah we are going to continue in this chapter. Okay?